بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم راح أحكي كيفية حل المشكلة اللي عم واجهها لما عم حاول أفتح حسابي على الانستغرام. عم يعطيني النافذة الموجودة على الشكل التالي، عم يعطيني إشارة خطأ وعم يخبرني حدث خطأ غير معروف، شبكة غير معروف. طبعا هاي المشكلة عم تظهر لكثير من الحسابات لما عم تحاول تسجل دخول. هلا ممكن كثير من الأسباب ممكن تسبب هاي المشكلة. أحد الأسباب اللي ممكن يكون سبب هاي على الشكل التالي، إنه ما عم تحاول لا عم تبدل من شبكة الواي فاي لشبكة البيانات العادية، عم تظهر لك هاي الواجهة. هلا أول طريقة راح تكون على الشكل التالي، راح تحاول تشبك جوالك من خلال الواي فاي. إذا ما انحلت هاي المشكلة راح نروح على الطريقة الثانية، راح تكون على الشكل التالي. راح نروح على المتجر الجوجل بلاي ونتأكد إنه تطبيق الانستغرام موجود عندي على الجوال، ما له تحديث جديد، ونتأكد إنه النسخة الموجودة عندك على الجوال هي آخر وأحدث إصدار. هلأ الطريقة الثالثة راح تكون على الشكل التالي، راح نروح على الضبط الخاص بالجوال. راح نروح على الضبط الخاص بالجوال، بعدها راح ننزل على خيار اسمه التطبيقات، نكبس على خيار اسمه التطبيقات، بعدين ندور على خيار اسمه الانستغرام. راح نعمل له مسح للتخزين المؤقت. هلا تطبيق الانستغرام الخاص فينا راح نكبس عليه ضغطة، بعدها راح نكبس على خيار اللي اسمه المكان التخزين، بعدها راح نعمل مسح لشو؟ راح نعمل مسح لمسح التخزين المؤقت، بعدها نعمل مسح للبيانات، نعمل له موافق. هلا بعد ما تطبق الطريقة راح تكون على الشكل التالي. إذا ما حلت المشكلة الخاصة فيك راح نروح على الطريقة الثالثة اللي متمثل على الشكل التالي. راح نروح نعمل نسخة إضافية لتطبيق الانستغرام، نعمل نسخة لتطبيق الانستغرام راح تكون على الشكل التالي عشان نعمل نسخة جديدة لتطبيق الانستغرام، أكيد لأن تطبيق الانستغرام الأساسي هو اللي فيه المشكلة. هلا إذا عملنا نسخة ثاني من تطبيق الانستغرام على الجوال، أكيد المشكلة راح تختفي وما راح تظهر باعتباره تطبيق آخر. هلا الطريقة كيف فيني أعمل نسخ لأي تطبيق؟ راح أعمل نسخ لتطبيق الانستغرام، راح تكون على الشكل التالي. راح أروح على المتجر بجوجل بلاي وراح نحمل التطبيق الموجود عندي على الشكل التالي. طبعا راح أروح على تطبيق المتجر الموجود عندي، راح حملت هذا التطبيق اسمه زفا تو اكونتس. راح نكبس على الخيار، بعد ما حملناه من المتجر راح نفتح التطبيق. راح يطلع عندي على الشكل التالي واجهة التطبيق، راح نكبس البلوس او السائد الموجود عندي هون، بعدها راح نحدد بدي التطبيق اللي بدي انسخ، بدي اعمل نسخة عن تطبيق الانستغرام، راح اعطيه اشارة زائد. هلا راح نشوف انه تطبيق الانستغرام صار عندي هون على الشكل التالي. هلا راح نكبس عليه ضغطة، هلا راح نكبس ضغطة متواصلة على التطبيق الموجود عندي هون. راح نكبس عليها ضغطة متواصلة مستمرة بضع ثواني، راح يطلع عندي على الشكل التالي. راح نكبس على خيار قم بتعديل الاسم، راح نعدل اشي، راح نسجله اي اسم ثاني، فرضا راح نسجل هالاسم. بعد ما سجل الاسم راح اكبس كلمة تأكيد، ضاف عندي على الشكل التالي. كمان راح نرجع على التطبيق، راح نكبس عليها ضغطة متواصلة، يطلع عندي مجموعة من الخيارات. راح نختار رمز المكتب الموجود عندي هون، رمز المكتب. هلا اعطيه حفظ، هلا اعطيه كمان اضافه، اعطيه اضيف بنجاح. هلا راح نشوف انه صار عندي على بالجوال الخاص فيني تطبيق شكل انستغرام بهذا الاسم. راح ندور عليه مثل ما شايفين عندي هون. هلا مثل ما شايفين عندي هون عندي تطبيق الانستغرام الاساسي، وفي عندي هون التطبيق الثاني اللي انا عملت له نسخه. راح فوت على النسخه اللي عملتها من تطبيق الانستغرام، راح نكبس عليها ضغطه. هلا عم يطلب مني اسجل دخول بحسابي وعمل تسجيل دخول. هلا راح اجرب هل راح تحل المشكلة او لا. هلا عم يطلب مني ادخل البريد الالكتروني او اسم المستخدم مع كلمة السر، راح ادخل هاي البيانات وراح اكفي. هلا عم يطلب مني بعد ما عملت تسجيل دخول باسم المستخدم او الايميل مع كلمة السر لحساب الانستغرام، راح اكبس على كلمة تسجيل الدخول الموجودة عندي هون على الشكل التالي. هلا عم نشوف انه حسابي على الانستغرام فيني فوتول بكل بساطة، ومشكلة اللي كانت تظهر من قبل حدث خطأ غير معروف انه اختفت، وصار بامكاني سجل دخولي بكل بساطة بحسابي على الانستغرام وتصفحه من دون اي مشاكل. هلا اي كان ان شاء الله تعالى كل شيء متعلق بكيفية حل المشكلة الخاصة بتطبيق الانستغرام. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.